النهاردة هنحل اختبار الأضواء 2 على الوحدة الأولى. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يحد الوطن عربي غربا المحيط، الهندي، الأطلنطي، الهادي، القطبي. الإجابة الأطلنطي. 2، تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم عام 8 هجريا من فتح المدينة مكة، الشام، الطائف. الإجابة مكة. 3، إحدى الحرف التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، الزراعة، السياحة، التعدين، الرعي. الإجابة الرعي. 4، يضم الوطن العربي أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة مثل كنيسة القيامة في مصر، فلسطين، السعودية، الجزائر. الإجابة فلسطين. ما النتائج المترتبة على مخالفة الرماة أوامر الرسول في غزوة أحد؟ طبعا ترتب على ذلك تحول نصر المسلمين إلى هزيمة. 2، تحكم الوطن العربي في الممرات البحرية، طبعا ترتب على ذلك تحكمه في أهم الطرق التجارية العالمية. السؤال الثاني، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أطلق على يثرب اسم المدينة بعد الهجرة. الإجابة صواب. 2، عين الخليفة عثمان بن عفان أو عين الخليفة عثمان بن عفان شرطة لحراسة بيت المال. الإجابة خطأ. 3، جهز النبي جيشا وخرج سرا لفتح مكة في العام العاشر من الهجرة. الإجابة خطأ. السؤال اللي بعده، قامت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات منها حضارة بلاد العراق القديم. الإجابة صواب. 5، عمل الرسول بحرفة الصناعة عندما كان في بيت عمه أبو طالب. الإجابة خطأ. السؤال الثالث، لمن تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ إنشاء نظام الدواوين، طبعا عندنا عمر بن الخطاب. قام بوضع وثيقة لتنظيم شؤون المسلمين. الإجابة الرسول. 3، أمره الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن، طبعا أمر زيد بن ثابت. ماذا يحدث إذا لم تنقض قريش في عهدها الذي وقع بالحديبية مع النبي؟ طبعا عندنا لم يخرج الرسول بجيش كبير لفتح مكة. 2، توجد أماكن مقدسة في الوطن العربي، طبعا هيترتب على ذلك لم يكن لموقعه أهمية دينية. شكرا لكم.